انت عارف هقول لك انا في الساحل اشتغلت مع ناس كتير، اشتغلت مع نجوم كبيره جدا، واخيرا الباشمهندس عدي والاستاذ ابراهيم منيسي. تعامل معهم صعب زي ما الناس شايفه كده، هم يعني حازمين على الهوا كده ومفيش هزار ودايما في الحق حق والجد جد. هل الموضوع ده كمخرج وانت راجل ورا الكواليس وراجل شغال من اول يوم القناه كانت موجوده، هل دول اصعب اتنين اشتغلت معاهم من حيث الموضوع والمحتوى والماتيريال والامتى تطلع بفاصل وامتى تنزل بالتقرير وهما بيتكلموا وحاجات كده تفاصيل دقيقه ما حدش عارفها غيرك؟ هو طبعا اصعب حاجه ان انا بالنسبه لي ان انا بتعامل مع قيمتين، يعني قيمه الباشمهندس عادل القيعي اللي هو مهندس صفقات النادي الاهلي، تاريخ في النادي الاهلي، مواقف كتيره، والاستاذ ابراهيم منيسي رئيس تحرير مجله الاهلي وصحفي كبير. الغلطه فوره. فاي غلطه فوره خلي بالك. وبعدين كل حاجه بانضباط، يعني احنا اغلبيه الشغل بيبقى السكريبت مكتوب متحدد فيه كل حاجه، الموضوعات ايه، الفقرات ايه، الفيديو ده في التوقيت الفلاني، احنا هنخش من الموضوع ده للموضوع ده، فكل حاجه بتبقى متنظمه ومترتبه. حتى لو حصل اي تعديل على الهواء. بص ايام الشباب. لا ما احنا لسه شباب. ايام الشباب اهو. الشتاء. ايام الشباب والشتاء. ايام ما كان كنترول القديم. الشربات الليله كلها. بص احمد عادل واقف وراك. احمد عادل واقف وراك واحنا هنسيبه. احمد عادل واحمد فضل. فضل وكلهم موجودين. السيد والناس النجوم اللي بدات معانا القناه. قول لي بقى اصعب اثنين اتعاملت معاهم ولا كان في حد كده على نفس الصعوبه وعلى نفس التركيز؟ انا عارف ان هو عايزين الشغل مرتب وانا عارف ده صعب جدا. الصعوبه في ان انت دايما هتبقى لازم ماشي بانضباط بمواعيد محدده، يعني انا ما بسيبش الاربيس، ما بسيبش الكنترول، ما فيش نفس، لان انت على طول الوقت اخبار فيديوهات، اخبار فيديوهات، تعليق فيديوهات، فاستمراريه العمل. استاذ برجابي برضه كمل معاك، احنا برضه بنستعرض الصور كده وحضرتك بتتكلم. استمراريه العمل الصوره ليه غير بتاعه الكاس دي يا جماعه؟ ايه ده، انتوا لسه خدتوا البطوله بقى؟ انت راجل، انت كنت في الحاجه يا عمر، انا زعلان كده، خدت البطوله. انت بتخسر البطوله. كنت يا حبيبي محمود سعيد عبد يوسف، بارك له بارك لمحمود. طبعا ورده، محمد ورده، محمد جونيور صور زمان. يعني خلاص نتفق ان كابتن جوهر نبيل ما كانش كان مريح. كابتن جوهر نبيل كان مريح، كانت بدايات كابتن جوهر نبيل كان شغال برضو مقدم في بوصي. احد البرامج قبل كده. يا نهار ابيض يا استاذ محمد. ده الاستاذ محمد على قديمه خالص. وبعدين ايه، يعني بص بيتكلم وعامل ميديا سبورت وملك جدا. يعني احنا بنتكلم على تاريخ وفكرنا الناس في ايام جميله وايام عظيمه. استاذ هاني ايه يا حبيبي دلوقتي احنا في 2000